الشباب. شي عادي؟ لا ابدا مش عادي انك تعيش بحرب، انك تعيش بيوم ما تعرف اذا رح يخلص وانت بعدك واعي. صعب انك تطلع من البيت وما تعرف انك رح ترجع تشوف اهلك، وقت تطلع من البيت ما بتعرف اذا انت رح ترجع تفوت على هيدا البيت وتشوف عائلتك. شي كان كتير صعب بس الرب اعطاني هالحياة. انا شادي من سوريا، لاقوني على بيوان شباب. بيوان شباب. شباب.